محمد باسم ذو 9 أعوام أصابته قذيفة هاون في حي برباشا أدت إلى بتر ساقه ليبقى كالمئات من الجرحى ما يزالون ينتظرون تدخل الجهات المعنية والمتمثلة بالحكومة الشرعية لإنقاذ حياتهم. الحكومة الشرعية تضع تعز بخانة الملفات المؤرشفة والمؤجلة إلى غير التفات. على الرغم من إصابته البالغة يحاول محمد تسير حياته وفقا لحالته الجديدة التي أبقته بساق واحدة، لكنها أيضا لم تترك حالته النفسية بخير، خصوصا في ظل حاجته الماسة للسفر واستكمال العلاج خارج البلاد. أنا أصبت بقذيفة هاون برباشا بالسوق، أصبت قذيفة هاون وأنا ماشي، وبتروا لي رجلي اليمنى ودعين أشتري رجل أمشي رجلي، دحين ما إيش داري من السكر. لا يبدو الطفل محمد سوى واحد من المئات من أبناء هذه المحافظة الذين يتعرضون لإصابات بقصف وقذائف ميليشيا الحوثي والمخلوع، بينما يظلون في انتظار من يخفف عنهم عناء جراحاتهم، خصوصا في ظل تدهور القطاع الصحي في المدينة. لذلك يتبنى من وقت إلى آخر العشرات من الشباب والمهتمين بتنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بموقف الحكومة المتخاذل. وزير الصحة ناصر باعوم أظهر فشله وتخاذله تجاه جرحى تعز، لم نرى أي موقف مشرفا منه لمعالجة هذا الأمر، لأنه المسؤول الأول لما يحدث لجرحى تعز من إهمال وتقصير. سيظل المئات من الجرحى المتفاقمة جراحهم شهادة حية على تناسي الحكومة الشرعية، خصوصا وزارة الصحة جرحى تعز، وليس فقط في العلاج بل حتى في تلمس احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية. تعددت الوعود وكثر الكلام عن توجيهات بعلاجهم، لكن تبقى جراحاتهم واحدة، فأكثر ما ينطبق على الجهات المعنية هنا نسمع جعجعة ولا نرى طحينا. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.